الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، لله في خلقه شؤون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والحياة اشتباه، والدنيا لها مظاهر، والمظاهر تتبعها البواطن. مسألة لها أبعاد وفيها أسرار. أنت عبد ولك رب، أنت مطالب أن تستسلم لكل أوامر الله، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وإياك إياك أن يغرك المظهر، فالأمر فيه اشتباه، والمسألة تحتوي على أسرار، ولا يعلم الحقيقة سوى الله علام الغيوب. فلا تتعجل بالحكم على الأشياء لمجرد الظاهر، فقد يكون الظاهر شيء حسن تنجذب إليه وتفرح به، وفي النهاية يكون الوضع على خلاف ذلك فتصيبك الحسرة والندامة. وقد يكون الأمر في ظاهره مر، بل وأمر من العلقة، ثم تشرق نهاياته فيتحول إلى شيء ألين من اللبن وأحلى من العسل. فلا تتعجل في الحكم على الأشياء، فإن الحياة اشتباه، والأمر له ظاهر وله باطن. فرفقا رفقا، ومهلا مهلا، وحنانيك. إبليس في يوم من الأيام رأى رجلا يرقد تحت جدار بيت، تحت حائط، فاقترب منه فوجده غارقا في النعاس، فربط على كتفه وقال له: قم يا عبد الله. فاستيقظ الرجل: قم يا عبد الله، فإن هذا الجدار الذي ترقد تحته سينقض، سينهدم في الحال. فهرول الرجل مسرعا وابتعد. إبليس جاءه في صورة شيخ معمم، كأنه سيد من سادات الصحراء. لحظة
وانهدم الجدار سقط. ففرح الرجل، يا كدت أهلك، كان بيني وبين الموت لحظة ثانية، لولا هذا الرجل الطيب المبارك. ما اسمك يا أخي؟ قال اسمي إبليس. إبليس؟ قال نعم. قال ومنذ متى وأنت تعمل الخير يا إبليس؟ قال أي خير رأيته مني؟ قال ألم تنقذ عمري؟ ألم تنقذ حياتي؟ كنت غارقا في نومي، ولولاك لتهدم الجدار علي فأصبحت في عداد الموت. قال لا، عمرك لا يشغلني وحياتك لا تهمني، إنما أنا فعلت ما فعلت لأني خفت أن تموت شهيدا. الأمر ظاهره طيب، كأن الرجل أحسن إلى الرجل وهو يسأل عنه، يريد أن يعني يرد له الواجب، يصنع معه الجميل، يشكره على بادرته. فهل إبليس أفاد الرجل؟ لا، منعه من رتبة الشهادة، استخسر فيه أن يكون مع الشهداء، حال بينه وبين ما تشتهي الأنفس. هو لم يحسن إليه بل أوقع الضرر به، هو لم ينقذ بل أهلكه وضيعه. فلا يغتر الرجل منا بظاهر الأمر، فقد تختلف البدايات عن النهايات، وقد تختلف النهايات عن البدايات. وكان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا عائشة: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك الناس الطيبة يقول لك: اللهم أحسن ختامنا. ها، هي الدعوة دي اللي ها فيها جواهر وفيها كنوز، سبحان الله. سيدنا بلال بن رباح عبد مملوك مهمش، كان يمتلكه أمية بن خلف، وكان عندما علم باتباعه لدين الإسلام كان يفعل به الأفاعيل، يجلده بالصياط. كانوا أهل مكر وخسة، لديهم اشتياق في تعذيب من يملكون، قلوب كأنها قدت من الأحجار، بيئة صحراوية تأثرت، والإنسان ابن بيئته، سبحان الله. كانوا يسحبونه على الرمال الملتهبة بعد الظهر في وقت القيلولة، يجردوه من ثيابه ويقلبونه عريانا على الرمال الملتهبة، يأتون بالأحجار الضخمة ويضعونها على صدره، يسلطون عليه الغلمان والولدان فيطفئون أسياخ الحديد الملتهبة الموضوعة في النار، يجعلونها في جسده الهزيل الضعيف، وأحيانا يسلطونها على مواضع العفة عن عمد وتعمد مع سبق الإصرار والترصد. والرجل لا يصرفه ذلك عن دينه وعن توحيده ربه، ويقول أحد أحد. هذه البداية من يراها يظن أن بعدها خير، من يتحمل هذا؟ الجبل لا يتحمل ما تحمله الأوائل. هذه البداية كانت يعني تقشعر لها الجلود ويفزع منها أصحاب القوة ظاهرة أو خفية، لكن انظر إلى النهايات. البدايات غايات مفضيات إلى النهايات. لما رجع النبي إلى مكة فاتحا
وخلفه 10,000 فارس، والكفار أصبحوا قلة قليلة محاصرين. ودخل النبي إلى الكعبة المشرفة ونظر في الوجوه وقال: أين بلال؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: أقبل، تعال معي لنصلي ركعتين في جوف الكعبة، ليس في البيت الحرام إنما في جوف الكعبة. حظي بشرف صحبة وأن يأتم برسول الله في جوف الكعبة، منزلة لم تتاح لأحد من الناس، والنبي فعلها عن عمد ليرد له كرامته السليبة يوم أن سلبها علية القوم ومنهم حضور. ولم يكتف النبي بذلك، بل أراد أن يعلي قدره لتعرف الأمة ويعرف العالمين قيمة هذا الصابر الأواب الذي تحمل في سبيل عقيدته ما لا تتحمله الجبال الرواسخ. فلما فرغ النبي من صلاته وقف على باب الكعبة وقال: يا بلال، اصعد فوق سطحها وقم الدين. قم الدين يعني ايه؟ يعني أذن، أقم الدين. فصعد سيدنا بلال على سطح الكعبة، مكان لا تطأه إلا الملائكة. سبحان الله، نهيك عن العمال في العصر الحديث للتنظيف ولكسوة الكعبة، لا، في هذا التوقيت إبرازا لقيمة وأثر ومكانة وفضل بلال بن رباح، حتى إن أهل الحقد وما زالوا على حقدهم اغتاظوا لما رأوا المنظر وقالوا فيما بينهم: أولم يجد محمد غير هذا الغراب حتى يجعله يصعد إلى سطح الكعبة. وصعد بلال وصدح بصوته الندي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لو نظرت إلى البدايات ما توقعت شيئا في النهايات، بل ظننت أنه سيكون من الهالكين بعد قليل أو كثير. من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. نعم، سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر كانت من أوائل من أسلم مع خديجة وفاطمة بنت أسد، كانت هي أيضا وكانوا ناس يعني من الإماء والمستضعفين، كان أبو جهل يعني يمر عليهم فيؤذيهم بجهالته وعنفوانه وبطره، ويمنعون عنهم الماء، يضعونهم أياما وليالي في الصحراء، ويمنعون أي خير يصل إليهم حتى الطعام، فلا يستطيع أحد أن يقترب منهم إلا أن يكون صاحب بأس، رجل في حجم الحمزة يعمل له 1,000 حساب يطوف عليهم بالماء. نعم، النبي شخصيا، أنا النبي لا كذب، أنا النبي ابن عبد المطلب. نعم، النبي يستوصي بهم خيرا: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر. ولما تقدم يوما في الضحى أبو جهل إلى سمية وأغلظ لها القول فبصقت على وجهه، فهرول إلى حربة بجواره وأمسكها ووضعها بكامل قوته في إستها في موضع عفتها. فلما أبلغ النبي الخبر قال: هي أول شهيدة من الموحدين لله. أولية، تقدم، أماكن، حدث محجوز لأصحابها. مش إحنا نقول أحيانا ده نوايب مقسمة؟ امرأة لكنها فازت بالمرتبة الأولى، أول شهيدة في الإسلام، سمية بنت خياط. أي عظمة هذا، أي فضل هذا، ما لم يحققوا هذه الأفضال وتلك الدرجات وهم نائمون.
أو هم كسالى مفرطون أو هم مشغولون بالصراع من أجل الدنيا ومتاعها وزخرفها. سبحان الله سبحان الله، هذه بدايات وتلك نهايات. وقد يعجبك أمر وتسر به وتكون نهايته مريرة، تشتر مع نهايته الحسرة. قد يكون أمر في بدايته صعب ومقلق ومزعج ويحتاج إلى ضريبة شديدة أو إلى حمل وتجلد، لكن النهاية تكون من الخيرات الحساب. فرعون عاش بالطول وبالعرض، التاريخ لم يذكر أن فرعون أصيب بضربة شمس. الشمس هتشوفها مني؟ ده رجل ربيب الملوك وربيب القصور، يأمر فيجاب، يطلب فيجد أمامه، حتى غرته سلطته وسطوته وقوته وقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. استخف قومه فأطاعوه. كيف كانت النهاية؟ فأغرقناه ومن معه جميعا. سبحان الله، أنت رب، وهي الجثة الوحيدة في التاريخ التي لم يحتفظ البحر ببقائها في قاعه، لأنه لو غيب فرعون لظن الذين صدقوه أنه ذهب إلى عرشه فأصبح هو المالك المتصرف. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ده يصلح يكون رب يا أخوانا؟ أهو الرجل أنتم كنتم بتعبدوه وبتصدقوه جيفة، حتى حاول في النهاية أن ينطق بلا إله إلا الله وأن يؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل وأن يكون من أتباع موسى، لكن فاتكم القطار الآن وقد عصيت. يقول جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آه يا رسول الله، لو رأيتني وفرعون يحاول أن ينطق بالشهادة ويعترف ويقر بالوحدانية وأنا أدفع إليه الماء إلى فمه كي يموت على الكهر، لأنه تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى. يعني لو أتيحت له فرصة، ما هو قال أنا آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، أنا على ملة موسى، لكن الآن وقد عصيت. ما ينفعش، فاتكم القطار. يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا، أنت تقدم الأول كي تأخذ كده المسألة. سبحان الله، شوف بدايات فرعون والنهاية. قارون كان من قوم موسى، كان من أهل اليسر والغنى الفاحش، مضرب الأمثال عبر التاريخ في الثروة والغنى. بيقول لك ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الخزائن التي كان يمتلكها قارون مجرد المفاتيح بس، عايز جماعة زي بتوع المصارعين وكمال الأجسام وحلبات الصراع اللي بتشوفها دي. لتنوء يعني بالعصبة أولي القوة، ده حجم المفاتيح بس. وما الحجم الخزائن كديه؟ وما اللي موجود في الخزائن كديه؟ ها؟ أي غنى هذا؟ مضرب الأمثال عبر التاريخ في الثروة والغنى. ومع ذلك رفض دعوة موسى وأذاه واتهمه في عرضه وشرفه، وكان يتبختر أمام الناس، وذهب إليه أهل الرأي والعقل. يا قارون لا تفرح فرح البطر، فرح الغشم، فرح الثروة وأنت تملكها مع أنها نعمة فتتلهى بها
وتنسى أن تشكر المنعم سبحانه وتعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هو ربنا بيكره كل الفرح؟ لا يا سيدي، ده فرح أهل البقر الذين اغتروا بالدنيا وفرحوا بما أوتوا. لكن الفرح في الدين حلال، مش أيام العيد نحن أقول لك أيام فرح ولهو ولعب وأكل وشرب، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن فرح البطر هو المكروه، فرح الشر وإلحاق الضر بالعباد فيشمت ويظهر السعادة، هذا فرح مكروه، لا ده مرفوض، ده يثير غضب الرحمن تبارك وتعالى. ما الذي جرى لقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. خلاص يعني كانوا كنا كأن لم تغن بالأمس، وسجل ذلك في نهايات سورة القصص، ليبقى إلى أبد الآبدين. فانظر إلى البدايات، كانت قمة النعيم والراحة والدلع والفخفخة، وعايشينها بالطول وبالعرض، وخدم وحشم ملك، لكن النهاية كانت والعياذ بالله والعياذ بالله. الجماعة الكبار كانوا يشجعونا وإحنا صغيرين، يقولون إيه؟ يا بخت اللي يتعب وهو صغير، يا ابني ده الرزق شباب، لازم تسعى، لازم تتعب، لازم تجاهد عشان بكرة وبعده. فعلا هي مسألة حسابية، جاهد تشاهد، قدم تأخذ، ازرع تحصد، من جد وجد ولمن هدم وجد. لا، من جد، من جد وجد، مسألة محسوبة. لكن أنت كعبد لك رب مطالب أن تأخذ بالأسباب، تعمل اللي عليك وتسلم الأمر لله وتستسلم للنتائج، لأنك لا تدري ما عاقبة الأمور. وما أدراك ما العاقبة، دي قراءة، وما أدراك ما العقبة، قراءة حفص. هناك أحيانا نقول لك وما أدراك ما العاقبة، إما وإما، ربما أعطاك فمنعك، ده كلام ابن عطاء الله، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. فمش كل المنع مانع، مش كل الأعطيات أعطيات، لا، الأمور لها ظاهر ولها باطن، والحياة اشتباه، ولا يعلم حقيقة الأمر سوى الله. فسلم تسلم، سلم تسلم، انت اعمل اللي عليك بس، والنتائج تترك لمن يدبر الأمر ويقول للشيء كن فيكون. طب أنا وافقت وأطعت وسلمت واستسلمت، ما دي درجة من الفضل، ما ده التوفيق الإلهي. هي يكابد دي مش امرأة؟ يكابد دي أم موسى عليه السلام، امرأة. سمع الفرعون من الكهنة والعرافين أن غلاما أو طفلا يولد في نساء بني إسرائيل سيسلب منك الملك وسيسحب البساط من تحت عرشك ويكون له الأمر والنهي. فقرر الفرعون أن تقتل كل المواليد في مصر، وهو الأمر النهي. لما وضعت يكابد ابنها موسى الصغير خافت عليه، فقذف في روعها وحيا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اديه بس الرضعة الأولانية دي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في التفاصيل في سورة طه، لا شوفي لك سمارة صندوق عشان المية، تابوت، وحط المولود ده في التابوت، وتسربي ليلا حطيه في نهر النيل اليم وسيبيه. فعلت، ظاهر الأمر الهلاك، مولود صغير ولد منذ سويعات، ليس عنده يد يقطع بها أو لسان يعبر به أو يستصرخ به، وهذه أمه مصدر الحنان، ابنها الذي عاش في أحشائها 9 أشهر، وبكل ثقة يأتيها الأمر فتستسلم لأمر الله، تضعه في الصندوق وتدفع بالصندوق إلى اليم وتتقاذفه الأموات.
يأخذه عدو لي وعدو له. لكن مجرد استسلمها ربنا وعدها خيرا وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، مكافأت فورية. ربنا لا يشكك أحدا، ادفع تأخذ. ربنا الكريم صاحب العطاء، خزائنه ملأ وكلتا يديه يمين ويداه تسحان وتعطيان، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ورجع موسى تحمله أخته وتسلمه إلى أمه ويرضعانه في وجود وفي موافقة الفرعون الذي قتل كل من سبق من الموهلين وهم أن يقتل موسى. فقالت له زوجته لا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن في حقيقة الأمر أن الستار هو الله وأن الفعال هو الله وأن أمر الله نافذ، شاء من شاء وأبى من أبى. رضينا بالله ربا واحدا لا شريك له. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسألة فيها أسرار، فلا تتعجل بالحكم على الأشياء، قد يعجبك المشهد وقد يسعد قلبك ما ترى لكن النهاية تكون غير محمودة العواقب. قد لا يعجبك المنظر وقد لا يسرك الحال، اصبر، لا تقلق، لا تنزعج، تحمل، تجلد حتى ينصرف الغيم وتشرق الشمس فتكون العاقبة لمن اتقى. إياك إياك أن تفزع من المحنة، قد تكون ظاهرها محنة لكن الله بقدرته يلبسها أثواب المنحة، محنة تتحول إلى منحة. إياك إياك أن تزعجك البلية، فقد يجعلها الله تبارك وتعالى من بلية إلى عطية، تصبح من الأعطيات، تصبح من النفحات المباركات. إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ولا تبكي لأجل الدنيا لأن ليس لها بديل، ولا تحزن بما فاتك فيها طالما في النهاية الأمر المحتوم هو الرحيل، هو الرحيل. وكان إمامنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه حكمة تحتاج إلى جمعة، إلى خطبة، كان يقول فيها عن الدنيا إيه؟ الدنيا وما أدراك ما الدنيا، من صح فيها حرم، من صح فيها حرم، ومن اغتنى منها فتن، تحولت لفتنة، من اغتنى منها فتن، ومن مرض فيها ندم. يا من مرض فيها ندم. ثم ضرب كفا بأخرى وقال دنيا في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب. يعني انت هتسدد فاتورة، سدد في الأول وفي الآخر، وقفوهم إنهم مسؤولون. فأنت كل ما تخف أمورك هتعدي، إنما هتكوش وهتجمع وهتطمع وهتمنع، خلاص شيل على أكتافك. سبحان الله، ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين ظلموا يوم القيامة. طب أنت بقيتش تقوم بحملك، هتحمل تاني؟
اللهم ارزقنا البصر والبصيرة، اللهم ردنا إليك ردا جميل، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك، اللهم سق إلينا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم لا تشقنا ولا تشقي بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقي، اللهم رفق القلوب القاسيات علينا، اللهم رفق القلوب القاسيات علينا، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اللهم استخدمنا في دعوتك وأدم علينا سترك يا كريم، اللهم فرج الغمة عن الأمة ووفق ولاة أمورنا وبارك لنا في جيشنا الباسل واحفظ لنا حدودنا وأمننا في أوطاننا، وعليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من بغى على بلادنا، خذه يا رب العالمين أخذ العزيز المقتدر وأرنا فيه عجائب قدرتك فأنت الفعال لما تريد، وسر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، نسألك الستر والقبول، نسألك الستر والقبول، نسألك الستر والقبول، اللهم هذا الدعاء أنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم والله عليم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.